أنا خالد جمال الشواتفي، طالب في قسم الهندسة الميكانيكية، بدرس في هندسة 10 من رمضان فرع 6 أكتوبر. أحزمة الأمان والإيرباج قدموا لنا حماية كبيرة جدا على مدار العقود الماضية، محدش يقدر ينكر ده، لكن حمايتهم ما كانتش كفاية. من وقت ما اتعمل الإيرباج وحزام الأمان وإحنا ما قدمناش أي تجديد في الموضوع، هو كل اللي إحنا بنعمله مجرد تعديلات بسيطة أو تطويرات على طريقة العمل أو كيفيته أو إننا نكتر عدد الإيرباجز. أحزمة الأمان أوقات من قوة الحادث بتسبب كسور في عظام القفص الصدري والرقبة، وبتسبب كمان كدمات على خط عمل حزام الأمان، وده لأنها ما بتوزعش الاسترس اللي واقع على الجسم من قوة الصدمة على الجسم كله، وده اللي خلى شركات كتير بتعمل زي إيرباج صغير بتركبه على حزام الأمان نفسه. أما أكياس الهواء أو الإيرباج دي خطورتها كبيرة جدا، وده لأنها في حد ذاتها انفجار بيحصل أمام وجه السائق مباشرة، ده غير إنها لازم تفتح في لحظة معينة أو في جزء معين من الثانية، ما ينفعش تفتح لا قبل ولا بعد. قبل لأن الكيس بيكون فيه فتحة بتخرج الغاز اللي جوه الإيرباك بسرعة فكأنه ما فتحش، وما ينفعش بعد بلحظات برضو، علشان انت بعد ما بتتقدم بتلاقي الكيس بيفتح في وشك فبيردك عكس اتجاه حركتك فممكن يكسر رقبتك. ده غير ان اكياس الهواء ما بتستخدمش كل المسافة اللي قدام الراكب علشان تقلل طاقة حركته تدريجيا. علشان نتغلب على المشاكل دي كلها محتاجين سبايدر مان يضرب شبكته على الراجل وهو قاعد في كرسي يربطه في مكانه. الهندسة اتخلقت علشان تحول الخيال ده لواقع علمي ملموس. فكرتنا بكل بساطة ان اول ما بيحصل حادث بننزل ستارة على الراكب تربطه في مكانه. الستارة بتكون متطبقة على الحامل بتاعها في سقف العربية وبتتشد بالحزامين الجانبيين دول. حامل الستارة بيكون مثبت على السلايدر اللي بيكون منزلق جوه سقف العربية، وده بمجرد ان هو يتشد بالحزام الثالث هيكون قابل لانه يشد الراكب لورا ويثبته في الكرسي بتاعه. طب الثلاث احزمة دول ازاي هنقدر نشدهم في الوقت ده ونثبت الراكب؟ اول ما بتحصل الحادثة الحساسات بتبعت إشارة لدايرة الكنترول في العربية علشان تبدأ التفاعل الكيميائي اللي كان بيحصل جوه الانفليتور علشان يطلع الغاز اللي بينفخ الإيرباك ده، بس المرة دي مش هنستخدم الغاز ده علشان ننفخ الإيرباك، المرة دي هنستخدمه علشان نحرك بيستن جوه سلندر تحت كرسي الراكب، والتفاعل ده بيحصل في 2/100 من الثانية. البيستن دي بتشد الواير اللي هو بدوره بيلفف البولي علشان البولي تلفف حواليها الثلاث أحزمة دول. أكيد الموضوع مش بالبساطة دي، ده مجرد شرح بسيط لطريقة عمل الميكانيزم اللي تحت الكرسي، لكن هو هيكون حاجة مختلفة. الستارة ما بنحتاجش نظبط توقيت نزولها على عكس الإيرباك، أول ما بيحصل الحادث بتاخد الأوردر إنها تنزل على طول. فاضل جزئية الإلاستيسيتي اللي المفروض تتمتع بيها الستارة علشان تمتص طاقة حركة الجسم. الرابر بيلت كونكشنز بتوصل بين الأحزمة والستارة. أتمنى إن أقدر أساهم في تخفيف آلام الحوادث عن الناس. أتمنى السلامة للجميع.